السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. المهم الفيديو ديال اليوم الاخوان جينا ندوي فيه على تسجيل شهاده التقني العالي بي تي اس. المهم الفيديو ديال اليوم الاخوان جيت نشرح لكم فيه يعني الشروط والمهم الافاق وداكشي كامل اللي يتعلق بشهاده التقني بي تي اس. بالنسبه لطريقه التسجيل غادي نلوح لكم حتى نهار 22، حيت حتى نهار 22 في هذا الشهر عاد باش غيتفتح التسجيل، فهمتي؟ المهم هو غادي يسالي نهار 22 في شهر 7، غيتفتح في 22 في شهر 6 وغيسالي نهار 22 في شهر 7. يعني انا فضلت انني ندير هذا الفيديو دابا خاص بهادشي ديال الافاق والشروط وداكشي اللي خاصك، وبالنسبه للتسجيل نخليه حتى النهار يتفتح. كي قلت لكم التسجيل غادي يتفتح نهار 22 في الشهر، يعني نهار 22 في الشهر ان شاء الله نلوح لكم طريقه التسجيل الالكتروني. بالنسبه لطريقه التسجيل يا اخوان في بي تي اس كتكون غير عبر الانترنت، يعني ما كاينش لا ملف لا والو. نبداو باول حاجه اللي هي الافاق ومده الدراسه. المهم الاخوان بالنسبه لمده الدراسه فهي سنتين، وبالنسبه للافاق ديالو يعني من بعد ما تتشد الدبلوم ديالك يعني تدفع على حسب التخصص نتايا اللي فيه. بالنسبه للخدمه يمكن لك تخدم في القطاع العام، يعني تخدم مع الدوله، تخدم في القطاع الخاص، تخدم مع الشركات وداكشي اللي يعني منعزلين عن الحكومه، منعزلين عن الدوله، ويمكن لك تخدم في المقاولات الصغرى المهم مقاولات متوسطه، تقدر تفتح مقاولات خاصه بك. بالاضافه الى ذلك يمكن لك انك تكمل الدراسه ديالك في لوان سي جي ولا لينسام، تقدر تكملها في لو اس تي. المهم هادشي كامل تيبقى كي قلت لكم على حساب على حسب النيفو ديال الدراسه ديالك، يعني قد ما كنتي كتقرا مزيان راه قد ما عندك حظوظ اكثر. يعني كي قلت لكم تيبقى على حساب يعني الميزات اللي جبتي وعلى حساب النقاط اللي جبتي وعلى حساب التفوق ديالك، وبالاضافه على حساب التخصص ديالك، يعني على حساب التخصص ديالك علاش غتكمل. مثلا الا كنتي مثلا الا كنتي داير الاقتصاد راه تقدر تكمل في لونسيرجي، فهمتي؟ كتكمل على حساب التخصص اللي انت فيه وعلى حساب يعني التفوق ديالك. بالنسبة لشروط ترشيح الإخوان فهي واضحة من طبيعة الحال، خصك تكون حاصل على شهادة البكالوريا على حساب التخصص اللي غادي تدفع ليه، فهمتي؟ تكون عندك شهادة الباك على حساب التخصص اللي غادي تدفع ليه، وتكون السن ديالك ما كيتجاوز 23 سنة في شهر شتنبر. المهم هادشي اللي كاين في الشروط الاخوان، دابا غادي ندوزو مصدرات انتقاء او المهم طريقة انتقاء. المهم بالنسبة لطريقة انتقاء الاخوان كتعتمد على المعدل العام ديال البكالوريا، يعني النقطة العامة، وبالنسبة يعني تتحسب مراقبة وكلشي. المهم بالنسبة للنسب المئوية اللي تدخل لهاد البي تي اس، يعني 75% من الناس اللي كيدخلوا ليا كيهزوهم من الشعب التقنية والمهنية، عاد باش كتبقى 25% لباقي الشعب بما فيها مسلك ديال تدبير ضيعة فلاحية بالنسبة للبكالوريا المهنية. يعني 25% اللي كتبقى الناس ديال الاس في تي، المهم سيونس اكس سيونس مات وداكشي. المهم دابا ندويو على عدد الطلبة. عدد الطلبة كي قلت لك كيفما تشوفو هنايا يعني 30 اللي كتكون في القسم، يعني القسم ما تيفوتش 30. وبالنسبة لا قدر الله مثلا وكان شي قسم فيه غير 10، يعني ما القسم يلاه فيه 10 مثلا ما وصلش 30، كيحولوهم من ديك المنطقة تديهم منطقة أخرى باش يلاه يعمروا القسم. بالنسبة للتخصصات الإخوان، جميع التخصصات وجميع المعلومات على هادشي ديال التخصصات داكشي غادي نخلي لكم واحد اللين تحت الفيديو. المهم داك اللين اللي غتكليكيو عليه غتلقاوه في الوصف. المهم بعد ما تكليكيو على داك اللين غادي يديكم الباج ديالي، المهم غاديكم ديريكت الباج ديالي وغاديكم هذوك الوراق اللي غتلقاو فيهم كلشي. المهم كي قلت لكم اللي راه تلقاو تحت كليكيو عليه راه غيديكم راه تلقاو كلشي تما. المهم وديك الباج راه تلوح فيها بزاف ديال الحوايج، المهم تنساوش تابوناو فيها حتى هي. المهم كي قلت لكم الخوت ما تنساوش تشاركوا معنا في القناه باش توصلوا بجديد الفيديوهات ديال طريقه التسجيل وديال اي حاجه تتعلق بالدراسه ما بعد البكالوريا، وشي لايك ولا عندك شي سؤال من طبيعه الحال خليه في التعليق راه تنجاوب كلشي الاخوان. والله يعاونكم.